إذا مشاهدي الكرام نذهب إلى الفقرة التالية التي تتحدث عن كيف يواجه الأهل التحديات في المنزل، خاصة التحدي في إيجاد التوازن المثالي بين رغبتهم في أن يكون أطفالهم سعداء ورغبتهم في أن يكونوا ناجحين. فالتساؤل الذي يؤرقهم هو: ما هو الأهم بالنسبة لطفلي؟ هل سعادته أم نجاحه المستقبلي؟ سؤال حساس ومهم جدا، وإن تحقيق السعادة والنجاح للطفل في آن واحد يعد مسألة تربوية معقدة، حيث يتعين على الأهل توجيه الطفل بحب واحترام وتشجيعه على تحقيق أهدافه دون أن يتحول الأمر إلى ضغط وقسوة. نعم، يعد الإدراك المتزايد لتأثيرات السعادة والنجاح على صحة الطفل النفسية وتطوره مهمة ملحة للأهل والمختصين على حد سواء. فكيف مشاهدينا يمكن تحقيق التوازن بين سعادة الطفل ونجاحه وغيرها من المحاور؟ سنناقشها في هذه الفقرة مع ضيفتنا هنا في الاستوديو، الاستشارية النفسية والتربوية الدكتورة سعدية أبو عواد. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا بكم، يعطيكم العافية. الله يعافيك. إن شاء الله دكتورة. السؤال المبدئي والتحدي الكبير: كيف يجد الأهل التوازن ما بين سعادة أطفالهم ونجاحهم؟ يعني هو النجاح، يعني كل الآباء بيطمحوا أن أبنائهم يكونوا ناجحين، وبنفس الوقت بيطمحوا أنهم يكونوا سعداء. يعني طمعين يعني الأهل شوية أنهم بيحاولوا أنه يعني يدمجوا الأمرين أو يحققوا الأمرين مع بعضهم البعض، لكن أحيانا التركيز على النجاح، لأنه في الأغلب النجاح هو مرتبط كمفهوم بأنه يضع الإنسان أهداف قريبة المدى قصيرة، يعني قابلة لأنه الآن نشوف نتائجها. نعم. السعادة تقريبا مفهوم فضفاض واسع ويعني بعيد، أحيانا ممكن يكون يعني طوال الحياة مع الإنسان. فالأهل بيركزوا موضوع النجاح الآن مثلا، وفي الأغلب الأهالي بيركزوا على موضوع النجاح اللي هو الجانب الأكاديمي. يعني للأسف يعني احنا لما نحكي عن كمفهوم السعادة، هو يعتبر من أهداف التي نسعى احنا في التربية ان نحققها، يعني من الأهداف الشاملة بحيث انه ننمي الطفل في جميع الجوانب، يعني ننمي قدراته المعرفية، الجسمية، النفسية، الاجتماعية، في كل هذه الجوانب، بحيث التوافق، من لأنه كل جانب بيأثر على الجانب الآخر. لا نستطيع أن نقول الطفل بيحقق السعادة والتكيف في المواقف الحياة المختلفة بدون ما أنه كل جانب من هذه الجوانب يكون في اهتمام فيها، لأنه كل واحد يعني بيأثر على الجانب الآخر. نعم. فيما يتعلق بالتحدي الآن الذي يجب أن يعني يدخل في مسألة تحقيق السعادة، سواء كان للأهل أو للطفل بذاته، يعني حديثا عن الطفل، وأيضا نجاحه، من أراد يعني شيء كله يفقده كله كما يقال، يعني في مثل يتحدث عن ذلك. هنا التحدي كيف يتم تحقيق التوازن في هذا المجال؟ هو بده تكون واضحة عند الأهل مسبقا ما الذي يريدون من ابنهم في المستقبل. نعم. يعني هذه الإشكالية موجودة عند الأهل قبل ما أنه يعني نجد تحقيقها مع الأبناء. فالأهل يعني إذا كانوا يريدون، يعني أهم شيء بالنسبة لهم أنه ابنهم يحقق وظيفة ذات راتب أو دخل عالي، هذا يعتبر بالنسبة لهم النجاح. فعشان هيك حتى يحقق هذا الأمر عليه أن يدرس جيدا، وعليه أنه ينتظم بالدراسة وكذا، وبالتالي مستعدين يسخروا كل قدراتهم المالية والاجتماعية لكي يحققوا هذا الهدف. أما إذا كان يعني هدف الآباء أن يكون أبنائهم ناجحين في الحياة وسعداء، هون بده النظرة تكون مختلفة، وبالتالي آليات التطبيق بده تكون مختلفة، وآليات التعامل في التربية هي لا تأتي دفعة واحدة، وإنما هي خطوات متراكمة تتراكم مع بعضها البعض. باللحظة الواحدة التي تودع فيها الأم طفلها، أو اللحظة التي يستقبل فيها الأب ابنه، يعني هذه اللحظات من خروجه من المنزل إلى عودته، كيفية التعامل معه في المواقف المختلفة مع زملائه، كيف يعني تعامل، كيف كانت ردة فعله، تبدأ منذ في المنزل لما الطفل يكسر كاسة. كيف بتكون الأم تقييمها لأنه أنت واحد فاشل، عمرك ما حملت كاسة ووصلتها للمكانها بشكل صحيح، أنت إنسان فاشل.
فبتبلش مفهومه عن ذاته من هنا يتكون. يعني تقييم الأم لماذا؟ هل كسر الكاسة أغلى أم مشاعر الطفل أغلى؟ صحيح، وخاصة يعني أن احنا نتعامل مع أطفال، يمكن لو كانوا في سن أكبر ممكن هو يحدد اختياراته، ممكن يشارك الأهل في هذا الموضوع. ولكن دكتورة، يعني ما هي العوامل التي يجب أخذها في عين الاعتبار عند تحديد تعريف النجاح بالنسبة للطفل؟ أنت تكلمتي عن نقطة مهمة، ممكن حتى مش بس على مستوى الدراسة، ممكن في حياته العامة، يعني يتسم، يعني يلازم الطفل يعني صفة يا نجاح يا فشل. فكيف أعرف النجاح لطفلي الذي ما زال في مقتبل العمر؟ يعني الوالدين لازم يكونوا واخدين بعين الاعتبار شيء احنا بنسميه الاعتراف أو المعرفة. المعرفة بماذا؟ الاعتراف بقدرات الطفل، ومعرفة شو قدراته، شو إمكانياته، المعرفة بالظروف المحيطة به. يعني في طفل مثلا ممكن يكون موجود في المدرسة في بيئة مؤذية، في بيئة فيها اعتداء عليه، في بيئة ممكن تكون مشجعة أو محفزة. طفلي هذا الأول غير عن طفلي الثاني، فبدي أكون أنا عارف شو الظروف. أصدقاء هذا الطفل مختلفة عن أصدقاء هذا الطفل. أنا كوالدين لابد أن أكون مطلعة على كل هذه الأمور، أولا قدراته العقلية، قدراته الجسمية، حالته النفسية، طريقة، لأنه كل طفل هو عبارة عن باكج من يعني عدة عوامل بيولوجية على اجتماعية. ويستحيل أنه نقول أنه في طفل، في طفلين يتشابهون بجميع الظروف. وبالتالي من منطلق الفروق الفردية ما بين الأبناء، لابد أن الآباء يستوعبوا هذه القضية أنه في هنالك فروق فردية ما بين الأبناء. وبالتالي أنا الهدف في نجاح ممكن يكون عندي الطفل الأول نجاحي في أنه يحقق مجرد 50% مثلا من العلامات، بينما الطفل الآخر لا، لو قل عن 90% ما بعتبره نجاح، لأنه حسب قدرات كل طفل. صحيح. أنا بدي أكون كوالد متفهم لقدرات الطفل، وبناء عليه أضع الأهداف اللي أنا بسميها نجاح أو عدم النجاح. وربما هناك هدف أشرت له فيما يتعلق بالتعامل مع علاقته بالآخرين، سواء أهله أو مجتمعه أو مستقبله. كيف يمكن يعني التعامل من قبل الأباء مع مفهوم السعادة بالنسبة للطفل بحيث أنه يستطيع أن يواجه الخارج؟ يعني احنا بهمنا كثير في موضوع، يعني في مفهوم السعاده اللي هي في افكار وقيم موجوده عند الطفل او نزرعها عند الطفل، مثل الشعور بالرضا، الشعور بالاطمئنان، الشعور مثلا بالمسؤوليه، الشعور بالمثابره، الشعور انه السعاده هي ليست مفهوم دائم عند الانسان. طبيعه الحياه ايضا مهم جدا انه نوضح للطفل ان موضوع طبيعه الحياه هي قابله للفقد، قابله للوجود تحديات، هذه التحديات علينا انه احنا كيف ننجح في التعامل معها بحيث نخفف اذاها، ولا نقول انه نلغيها، لان هذه الحياه الدنيا سيرتلى، يعني الانسان يتاثر ويتعرض لكثير من المصاعب. اذا ان لم نقوم بعمليه التحصين مسبق لأبنائنا لن يحققوا لا نجاح ولا سعادة. فلابد أنه إحنا كوالدين مسبقا نهيئ أطفالنا، نهيئ أبنائنا للحياة المستقبلية منذ يعني مثلاً منذ الصغر. على سبيل المثال لتهيئة الطفل فيما يتعلق بالرضا عن نفسه وعن مهاراته وما يملك ويستطيع أن يعبر عن نفسه، كيف أصل لهذه الدرجة باختصار؟ يعني نزرع فيه الثقة بالنفس، نزرع به الثقة بالنفس منذ يعني في هناك مهارات قطعا. يعني إحنا عندما نسند للطفل مهام متناسبة مع قدراته، كل طفل حسب قدراته، ونثني عليه بعدما أن ينجز هذا الأمر، ونتحدث به، نجعلها خبرة. ما يمر الطفل بخبرة إلا أن نجعلها خبرة بالنسبة له، هي خبرة نجاح وليست خبرة فشل. وإن كانت هنالك تعرض هذا الطفل لخبرات فشل، نقوم بتدارس خبرة الفشل وكيف نستطيع أن نجعلها غنيمة يستفيد منها الطفل، بحيث أنها لا تحقق الإحباط لديه ولا شعور بالأسى أو الشعور بالنقص إن حصل هذا الإخفاق بل أو الفشل، بل نعتبره هي فرصة عملية نجاح. فعلا، والتطوير مهم بالنسبة للأطفال دكتورة. لكن بعض الأهل يمكن ينظروا نظرة مختلفة عن الطفل، مثلا في طفل يحب أنه يتعلم آلة معينة، في حين أنه أهله يضغطوا عليه على أنه مثلا يمارس كرة القدم. بالتالي ما هي الآثار السلبية المحتملة عند التركيز الزائد على النجاح على حساب سعادة ورغبات هذا الطفل؟
طبعا يعني احنا عدم تقديرنا لقدرات ومواهب الطفل او ميول الطفل والتركيز نحن كآباء على جانب واحد اللي هو ان ينجز ما يتم انجازه من فروضه الدراسيه وما الى ذلك، قطعا هذا يشعره بالاحباط، يشعره بانه غير راضي عن نفسه، يشعر بحاله من الاسى. طبعا احنا بنعتبر انه الحاله النفسيه مهمه جدا في والنظره التفاؤليه في التعامل مع الاشياء، هذه النظره تجعل عند الانسان طاقه عجيبه تجعله يستمر، تجعله عندما يتخطى هذا الحاجز من النجاح، عندما يحقق الطفل نجاح بسيط إنه استطاع يمشي وهو صغير، ثم يستطيع أن يكتب حرف، ثم فيما بعد يستطيع أنه لما يجي أقارب ويحكي له شكرا نحكي ما شاء الله بتعرف تحكي شكرا، حتى في العلاقات الاجتماعية نثني عليه، هذه تشعره بالفخر وتشعره بالإنجاز. والعكس تماما عندما نركز على الجوانب اللي إحنا نضعها ودائما نقول لا لا أنت لم تصل إلى المستوى الذي أنا أريده لم تصل، فهنا يصبح ما يسمى لدينا بالعجز المتعلم، يصبح عند أطفالنا شيء يسمى بالعجز المتعلم، وهذا مفهوم خطير جدا إن يعني ركبنا أبنائنا على هذا المفهوم بحيث أنه يشعر أنه ليس قادر، الحياة ليست ضمن سيطرته، هو السعادة لأن الناس ما أعطوا هذه السعادة، ولا يدرك أن حقيقة مفهوم السعادة إنما هو ينبع من ذواتنا. إذا إحنا قررنا إنه نكون في حالة سعادة نستطيع إنه نحققه، إذا قررنا بالرغم من الظروف الصعبة، إحنا لا نقول معنا الظروف يعني إنه ما راح يكون في يعني موجودة هذه الظروف الصعبة. فيما يتعلق بالعجز المتعلم، هل هناك يعني أنت كاستشارية ودكتورة ومهتمة بالجانب الأسري والإرشاد الأسري، هل هناك مثلا نسبة معينة في العالم العربي على الأقل أو في بعض البلدان أنه أن هذه الظاهرة أو هذا النهج منتشر في والله وطنة؟ احنا ننظر الى النتائج، يعني كم عدد الانجازات التي تنجز في مجتمعاتنا العربيه من انجازات علميه او مبتكرات او اختراعات، للاسف هذه وان دل بقول لك انه احنا لسنا اهل للعلم، مع انه في الغرب معظم الطواقم الطبية معظم الناجحين هم أصولهم عربية وأصول مسلمة. ليه؟ لأنه هنالك المفهوم لهذا الإنسان يختلف عن مفهوم الإنسان في مجتمعاتنا العربية، ومجتمعاتنا ومؤسساتنا للأسف كلها تؤكد على أنك أنت لست بقادر، لست مؤهل، لست الشخص الذي لديك الإمكانية أن تتحدى. هذه خطورة، يعني هل هناك جهود في هذا الجانب؟ للأسف هي جهود فردية، ونحن بدأنا نعمل ونشتغل على الوالدين لأنه المدارس للأسف ما عادت تحمل تلك الفكرة الرسالية في عملية التعلم وتعلم الأبناء. نعم. فبدأنا نطرق الأمر عند الوالدين بأنهم الآن الحلقة الأخيرة المعنية فيهم. نعم. هذا لو عدنا لموضوع الإرشاد الأسري وأهميته في توجيه الطفل بشكل أساسي للتوازن ما بين السعادة والنجاح، كيف يمكن تحقيق ذلك؟ يعني عندما يشعر الآباء بأهمية دورهم في أبسط السلوكيات، إنه النظرة هي نظرة التعلم عند الأبناء، يعني الآباء هم أول مدرسة للطفل، هم أول مسجد، هم أول شيخ، هم أول معلم، هم أول ممرض. فعندما يدرك الآباء إنه الكلمة التي تخرج من بين فيها نوع من التقييم للابن، إما تضعه في أسفل الأسفلين أو ترفعه، نعم. فبالتالي هذه مهمة جدا، مساعدة الأبناء عندما خاصة في حالة الإخفاق يحتاج الأبناء للدعم. يمكن في حالات النجاح مش كثير الأبناء، نعم هم بيحبون المشاركة، يعني المشاركة سبحان الله كما يقولون إنه تعظم الفرحة بالمشاركة، نعم. وتخف الألم والأسى بالمشاركة، والعكس كذلك صحيح. فالطفل عندما يفشل يحتاج من يقف في ظهره، من نعم. يسنده، نعم. هذه اللحظات هي التي تبقى، وفي كثير من الأوقات الصعبة عند هذا الطفل يتذكر لحظة فشله كيف كانت ردة فعل الوالدين. فالدعم الوالدي، التوجيه الوالدي، الإرشاد الوالدي لإشعار، بس مهم جدا أنه يشعر الطفل أنه هذا أنت ما تريده وليس ما أريده. صحيح. هذا يفرق كثيرا. صحيح. في أنه نجعل الطفل أنه رغبتك أنت في النجاح، رغبتك أنت في الحصول على السعادة، رغبتك أنت، فالأمر أنه
وهذا بنرجع لموضوع العجز المتعلم. نعم. انك انت قادر على ان تصنع نجاحاتك وانت قادر على ان تصنع سعادتك، لكن الأمر يعود لك وهو قرار. دكتور جميل. ختاما يعني، ويمكن اليوم في آباء وأمهات يتابعونا وهم أصلا يضغطوا على أبنائهم من دون ما يشعر، ويمكن بدافع الحب، ماذا توجه لهم الرسالة؟ أنا اليوم ضغطت ابني وكنت أعرضه يمكن لقسوة من دون قصد، ماذا تحبي أن تقولي لهؤلاء الآباء والأمهات بحيث يحفزوا أطفالهم من دون أي ضغط وقساوة؟ يعني إحنا دائما نقول أنه الحب الحقيقي للأبناء لابد أن يظهر على شكل سلوك، إذا لم يترجم على شكل سلوك لن يفهم الأبناء هذا الأمر، فعليهم أن إذا لم تكن هذه السلوكيات موجودة عندهم أو المهارات موجودة عندهم عليهم أن يوجدوها وعليهم أن يتعلموها إن كانوا حقيقة يحبون أبنائهم ويتقوا الله عز وجل فيهم.